لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك وآلك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا تاركا حرم النبي ومكة، حرم الإله مخافة أن يقتلى، ما كان ذنبك يا سليل المصطفى وخليفة الجبار حتى تقتلى الصيد فيه لا ينفر، وابن من شرع الشريعة قتله قد حلل، وتحج كل الناس بيت الله في أمن، ويخرج خائفا متوجلا، فهنا أحل من إحرامه بمكة، فأحل من إحرامه في مكة، خوفا وصير حجه في كربلاء، فهناك أحرم بالمكاره ناويا نصر العلا نصر الهدى، وملبيا رب العلا. ما هو حج الحسين يا شيخ؟ قال: ووقوفه قد كان بين خيامه ما بين ثكلى أو صغير مبتلى، وطوافه بالبيت طاف بأهله وعليه طافت تشتكي مذ أقبلا، تشكو الظما له، وكان فؤاده بيبوسة الحلق المعطش قد غلا، والسعي
بين المروتين قد اغتدى بين الأحبة ماشيا ومؤرولا. الله يساعد قلبك أبو علي واختار في التقصير قصر حياته والذبح ذبح عياله مهما غلا وصلاته لما توضأ بالدماء قد كانت بقطع الوصل عن كل الملا. أما القنوت فقد دعا العدا لهدايتين الشغوى فرمي. أيوة حسين فرمي بسهم في الفؤاد توغلا وعن السجود هويه فوق الثرى من طعنة بدمائه متزملا. والرفع منه غدا برفع كريمه أيوا حسينا فوق الرماح إلى الكتاب مرتلا وعن المقام ثلاثة بمنا ثوى عار اللباس على الصعيد مجدل. أيوة حسينا وسيدا لك نزعت حرام حجي دون الإسلام حجي ما هو فيها الأرض يا بنت الكرام عجيب وادي كربلاء مذخور جدا واما الضحايا هل شمول العاشمية هل فدية اللي واقفة ذول الضحايا بوقف على أجسادهم صرعا عرايا ويم النار بضحي بشاية الرايا مفضوخ راسه والسهم في محجر العين ونزعي إلى الإحرام بنزع سهام مسموم من وسط قلبي ويمتلي كفي بالدموع باطلع عن حشاي وقلبي بنار مضروب ودم الجروح يسيل من جسمي الصاب زينب وتحليق راسي دون العالم يا حرة شمر الخنا بالسيف حزن حري وهبرة يصعد على صدري وانا بحرة لكن الأمر لله
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن مولانا أبي عبد الله الحسين أنه قال: ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. لتعجيل الفرج وقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم وطيبوا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لعلماء الدين تأثير كبير وواضح في المجتمعات المتدينة، والسؤال عن مستند هذا التأثير وعن كيفية تحليله على ضوء ما ورد من خطاب للحسين عليه السلام قد وجه في أرض منى كما تذكر الرواية إلى خصوص هذه الفئة، وهنا نقف على المسألة في ثلاث نقاط: الأولى في بيان وجه هذا التأثير على الأقوال المتعددة في ذلك، وثانيا في بيان ما يمكن أن يفهم من خطبة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبقية النصوص في شرائط العالم ووظيفته، وثالثا في رد بعض الإشكالات المترتبة على القصور والتقصير في فهم طبيعة تأثير العلماء في المجتمعات. بالنسبة إلى مستند هذا التأثير والوجه فيه، يجاب عنه من خلال منطلقات متعددة، مما يفرز إلينا ثلاثة أقوال أساسية. القول الأول: الذي يروج أصحابه إلى أن تأثير العلماء في المجتمعات إنما جاء بناء على ما ادعوه من قدرة هؤلاء على التلون والمخادعة والتدليس، بحيث إنهم قادرون على مخادعة العقول البسيطة بالتلويح بعصا الدين، والناس بطبيعتها متدينة، فتأثيرهم جاء تحت ضغط هذا التأثير وهو التدين، خوفا من الله يستجيبون إلى هؤلاء العلماء بحسب زعم أصحاب القول الأول. وواضح أن هذا القول فيه ما فيه من التجني والتحامل والخلط بين علماء الحق وعلماء الباطل، بين العلماء التابعين إلى دين الحق والعلماء التابعين إلى الدين الباطل، جعلهم هؤلاء كلهم في سلة واحدة واتهمهم في نواياهم وما في واحد منهم زين. فهذا النحو من التفكير ليس تفكيرا عقلائيا موضوعيا، بل جاء عن تحامل فتجن مبني على اتهامات ومحاكمة إلى النوايا ما إلى قيمة. القول الثاني على العكس النقيض، حيث قال فيه أصحابه
بأن تأثير العلماء في المجتمعات إنما جاء ببركة ما يتحلى به كل هؤلاء العلماء من كفاءة وطهارة. اتعمم قال نعم كلهم على اختلاف توجهاتهم، لأنه لو لم يوفقهم الله سبحانه لما وصلوا إلى هذا الموقع الذي يتكلمون فيه باسم الدين. وبالتالي التعاطي معهم ينبغي أن يكون تعاطيا مستجيبا لأوامرهم لنواهيهم، لأن أعلم الناس أو أولى الناس بالأنبياء كما ورد في الخبر أعلمهم بما جاءوا، وهذول العلماء أعلم الناس بما جاء به الأنبياء، إذن حقهم أن يكرموا أن يؤثروا. والملحوظ على هذه الرؤية أنها رؤية ابتنت على العاطفة والسذاجة، ويكذبها الواقع، كما أن روايات أهل البيت عليهم السلام التي صنفت فئة العلماء إلى علماء سوء وعلماء حق تدعو إلى عدم التعاطي مع هذه الفئة على نسق واحد، كما أنه في بقية التخصصات والفئات الصالح والطالح كذلك الذي يأتي ليقتحم هذه الساحة قد يكون عن نية صادقة فيوفق، وقد يكون عن نية باطلة، وذلك فيه فتنة وحكمة إلى الناس. إذن هذا الرأي أيضا رأي عاطفي غير موضوعي. الرأي الثالث يبتني على أساس تحليل واقعي وطريقة تفكير عقلائية، تبتدئ أولا بالقول إن إحنا إذا نجي نحلل جذور المسألة سوف نلحظ أن المجتمعات تتكون من الأفراد التي فطرت على العيش بنحو التمدن والاجتماعية، وهذا التمدن الفطري في نفوس الناس يدعوهم للتواصل الذي يكون مقدمة للتكامل، وهذا التكامل جاء من أجل أن يسد مجموعة من الحاجات الإنسانية الفعلية التي تفرز لنا فئات وتخصصات في المجتمع مآلها إلى شيلني وأشيلك، أنا أستفيد منك في تخصصك وأنت تستفيد مني في تخصصي، وهكذا تبتني المجتمعات على أساس التداخل في سد الحاجات. هذه الحاجات التي تفرز فئات مجتمعية مختلفة بحسب الحاجات، هذه الحاجات بعضها مادي وبعضها معنوي، وكل هذه الحاجات بنوعيها إذا بقيت شاغرة يدخل الخلل على المجتمع ككل. ليش؟ لأن الحاجة إذا ما سدت من أهلها إما أن تبقى شاغرة معلقة وهي حاجة فعلية، وإما أن يأتي غير الكفء لسدها وتبدأ الخربطة. ثم إن هذه الحاجات يقع الخلل في عدم سدها، لكن إذا ما قويست الحاجة المادية إلى المعنوية فنجد أن خطورة بقاء الحاجة المعنوية شاغرة دون سد بالطريق الصحيح أخطر بكثير من بقاء الحاجة المادية رغم أهميتها. ليش؟ لأن منهج سد الحاجات المادية إنما يعتمد على سد الحاجة الروحية في ترشيد سلوكيات تلبية هذه الحاجة. ارجع قبل هل قد سنة 4-5 سنوات الآن مرت علينا، شوف شلون تعاطى أهل التخصصات المادية تطعيم وأدوية، كيف تعاطوا عندما انفصلوا عن
الحاجات المعنوية وتهذيب متطلباتها. شلون صارت المسألة يعني في غاية الخطورة، لأن الأخلاق لم تحكم توزيع التطعيمات وتوزيع الكمامات وتوزيع بين الدول اللي كانت تدعي أنها شنو رائدة الحرية والانفتاح والإنسانية. تذكرون لو لا؟ سفن سرقت. إذن الحاجة المادية إذا ما تنسد من أهل تخصصها مشكلة كبيرة، ولكن الحاجة المعنوية عندما تبقى شاغرة فالأمر أيضا شنو يطال فعلية نفس هذه الحاجة، ويطال عدم تهذيب السلوكيات في سد الحاجات المادية كذلك. من هنا نطلع على الحاجة إلى فئة العلماء في المجتمع، لأن هذه الفئة قد أخذت على عاتقها أن تدرس الدين بشموليته التي ترتكز على الجانب المعنوي في بادئ أمرها، لتطال بعد ذلك كل ما يهذب سلوك الإنسان في مختلف المجالات. مرة تتدخل بنحو مباشر، مرة تتدخل في سن المبادئ العامة. من هنا عندما يسأل ما هو وجه تأثير فئة العلماء في المجتمع، يقول العقلاء الذين يبحثون في الموضوع بنحو موضوعي دون عاطفة أو تحامل، إن هذا التأثير جاء لتلبية حاجة عقلائية ماسة لو بقيت شاغرة لاختل تهذيب المجتمعات المتدينة وغير المتدينة ككل. ولذلك فئة العلماء جاءت لتفهم الدين ثم تتبوأ موقعا يعتمد على استجابة الناس اللي نسميه تأثير، ولكنه ليس منصبا في ذاته يرغب فيه الإنسان من أجل التشريف والوجاهات، بل من أجل سد هذه الحاجات. فمن جهة العالم المطلوب منه أن يتواضع وأن يتنفر من الوجاهات حتى يهذب نفسه فيكون قادرا على إيصال هذه الحاجة المعنوية، كما أنه يطالب المجتمع بالتكريم والاحترام من أجل أن هذه الحاجة لا تسد إلا بمثل هذا الاحترام. وهذا ما اختزله لنا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في مخاطبته لعلماء زمانه. طبعا هذه الخطبة كانت أكثرها في لسان الذم لقعود علماء ذلك العصر الذين لم يرتبطوا بالحسين سلام الله عليه، لذلك خطب فيهم فكان مما قال لهم: ثم أنتم أيتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة، هذه هي سمتكم، وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة، يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف. هذه الآثار الخارجية، يقول الحسين سلام الله عليه، هذه الآثار الخارجية أنهم يعرفوا بالنصيحة فتستجيب لهم الناس، ومشهورين بالعلم ترجع إليهم الناس، وأنه يهابهم الشريف لوجاهتهم العلمية، يكرمهم الضعيف لهذه الوجاهة، هذا من وين جاء؟ يقول الحسين سلام الله عليه: أليس كل ذلك إنما قد نلتموه، أليس كل ذلك إنما قد نلتموه مما يرجى عندكم من القيام بحق الله تعالى. انت صرت في هذا المكان ليش؟ حتى تقوم بحق الله، فانعكس ذلك عن عند الناس احتراما، استجابة، تأثرا، فهذا هو شرط التأثير. إذا كان العالم بهذه الكيفية كان مداده حتى أفضل من دماء الشهداء، كان مع الصديقين مع الشهداء،
وإلا كما ورد في الخبر عن الإمام الصادق سلام الله عليه لا حبا ولا كرامة عندما يكون من المستأكلين بالدين. مستأكلين بالدين تفسرها الروايات بأنه ذلك الذي يدخل مداخل الدنيا يريد العلم من أجل الوجاهة مو من أجل إقامة حق الله عز وجل. من هنا ننفتح على النقطة الثانية بأنه ما هي وظيفة الناس بناء على هذا التحليل الموضوعي الحق. وظيفة الناس هي تصنيف العلماء من أجل أن لا تسمح لتأثير غير المستحق وتستجيب وتدافع عن تأثير المستحق من أجل سد تلك الحاجات ونظم سلوكيات المجتمع ككل. وهذا إنما يدركه الناس بتطلب الشرائط التي أخذت في العالم حتى تقدر تميز. والشرائط كثيرة، من أهمها وأساسها العلم. أنت تسميه عالم، ولكن هذا العلم، شوف هني نقطة الفارق في تخصص الدين، أن هذا العالم ما دام عالما في الدين فلا بد أن يكون علمه علما نورانيا، مو علم بالمصطلحات وبترتيب الكلام وبالمطالب العلمية وعرضها على الناس، بل قد يكون ذلك من الحجب إن كان من الأنا وإن كان من التفاخر والتباهي وفتل العضلات وطلب الوجاهة الدينية. يقولون فلان ما شاء الله يتكلم. وهذا ما تجده في الروايات عندما تقول مثلا من أفتى الناس بغير علم ولا هدى. العلم لوحده ما يكفي حتى يفتي الناس، بل العلم الذي يعبر عن الهدى عن الاستقامة عن النورانية. لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، هذا الذي ليس عنده هدى والعياذ بالله. استجيروا بالله. زين، ثم تجد أن شرط العالم أن يقترن علمه بالصمت والحلم اللي نسميها الأخلاق العملية الاجتماعية. لن يثمر العلم إلا بالحلم، كما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم أن يكون هذا العالم واصلا إلى اليقين موصلا إليه. أما هو عايش حيرة وضيعة وشك باسم التجديد وباسم الجديد والتميز. فهؤلاء قد وصفهم الإمام العسكري سلام الله عليه بقوله إنهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد والعياذ بالله. يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، اللي يوديك إلى الشك وإلى التردد وإلى الحيرة هذا ليس عالما، بل العالم من يوصلك إلى اليقين، لأن دين الله تعالى مبني على اليقين. إذا أدركنا ذلك نفهم أن العالم بهذه الشرائط تناط به جملة من الوظائف الخاصة. وفعلا إذا ترجع خصوصا إلى خطاب الإمام الحسين سلام الله عليه تجد أنه يطالب العلماء بوظائف خاصة ثقيلة جدا، مسؤولية عظيمة. أولا وأول وظيفة هي تبيين الدين وبيان الحق، من ناحية عقائدية، من ناحية الأحكام، من ناحية الموقف، لنري المعالم من دينك ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك
ثم يقول: ذلك بأن المجاري الأمور والأحكام بأيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، ما دام يمتلك هذا الموقع ولأ هذه الأهلية فهو مستأمن لبيان معالم الدين والجهر بالحق واستنقاذ الناس. ثم أن يأخذ طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناه الأعم الذي تترتب فيه الأولويات وتدرس، ويمكن أن يختصر ذلك في لوم وعتاب الإمام الحسين عليه السلام إلى بعض علماء عصره عندما خاطبهم في هذه الخطبة قائلا بلسان العتب الشديد: ها، فلا مالا بذلتموه ولا نفسا خاطرتم بها لأجل خالقها ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله، وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون. العلم وجاء العلم عادة ما تجعل العالم في موقع الجهاد، جهاد التبيين، جهاد الساحات بشكل عام الذي يلقى فيه شيء من المخاطر، لا مال يبذل، لا في حوائج المستضعفين والمحتاجين يسعى. ولذلك لامهم أيضا في نفس الخطبة عندما قال: والعمي والبكم والزمنى في المدائن مهمولون، ما تسعون، ما تشوفون، ما تتلمسون، وانتون خليتون روحكم في هذا الموقع. إذن جملة هذه الوظائف وجملة هذه الشرائط تبين لك من هو العالم الحق الذي يستحق أن يستجاب له ليؤثر في المجتمع. من هنا تنفى كثير من الشبهات التي تذكر تشويشا على الناس. مثلا أحين البعض يقول مثلا: لماذا تقديس العلماء؟ وهذه موجودة الآن واجد، يتخذ من هذه حجة. إنزين، هذا إليه حرمة، فوق حرمة الإيمان حرمة العلم. يجي طفل مراهق مثلا أو شاب يمكن ما يمتلك ثقافة واسعة، يقول بلسان النقد ويتكلم كنا ويا واحد ويا ربعة قاعدين في الديوانية ويتكلمون يا بعضهم، وقد أسقطوا بينهما الآداب. زين، هذا عالم، انت اذا كسرت هيبته بهذه الطريقه شنو الاثر في نفوس الناس؟ طبعا اكو حسابات مغرضه موجهه في ذلك، يسمونه شنو؟ الذباب الالكتروني. لكن في بعضهم تاثر بمثل هذه الحمله ضد العلماء، والحال ان الدين يدعوك لفهم الدين بواسطه العلماء، مو انت اللي تفهم العالم اذا كان عالما حقيقيا معتمدا. وإذا كان عندك تساؤل كذا أبوابهم مفتوحة. إذن لماذا تقدسون العلماء؟ لا تقديس مطلق للعلماء. من قال إن العلماء مقدسون؟ مو إمام معصوم كالإمام كالأئمة المعصومين، تقديس أعمى مطلق مش وراك، لا مو هالشكل. الدين ربى أن يتخير الناس علماءهم، بل التقديس هنا المقصود به الخلط بالاحترام الشديد لمقام العلم، وهذا من يأخذ عليه ومن ينتقده. هكو جميع الفئات في المجتمع المعتبرة كذا كلهم يحترمون، ليش إلا العالم لا يحترم؟ يعني افتح المجال في ضربه وفي كسر هيبته لصالح من يكون ذلك. ثم إن التقديس للعنوان لأن هؤلاء يمثلون أهل البيت والدين، مو للأشخاص بما هم أشخاص. ثم إن قلت بعدم العصمة في قول هؤلاء فليكن، صحيح مو معصومين، ولكن من قال إنك أنت المعصوم حتى اجي تفرض رأيك عليه؟ والصحة والأصحية أقرب عند أهل التخصص
كما جرت العادة عقلائيا في كل التخصصات. ما دام هذا من أهل التخصص، إذا يجي يتكلم طبيب في تخصصه الذي درسه لسنوات ويتابعه، يجي واحد من عامة الناس ويقول لي أنت غلطان، الناس تقبل منه هذا؟ ما تقبل. كذلك هذا تخصص، نحتاج أن نكون أكثر وعيا، أن لا ننجر وراء هذه الدعايات ضد العلماء. لذلك أشكلوا العلماء ليش تعطونهم قدسية؟ نقول لا قدسية مطلقة، ولكن يقيم نفس الفعل ونفس القول، وإنما هو احترام شديد طالب به نفس الدين. وإلا لو فقد العلماء تأثيرهم في المجتمعات يصل حالها من التراجع كما وصل حال المجتمع في عصر الحسين سلام الله عليه، ولذلك خطب هذه الخطبة الكبيرة الطويلة في منى عندما تجتمع النخب في الحاج من العلماء، جمعهم وخاطبهم بهذا الخطاب. فإن هؤلاء العلماء لو صلحوا صلحت بصلاحهم المجتمعات، لو والعياذ بالله فسدوا فسد بفسادهم المجتمعات. ولذلك تعامل معهم الحسين كنخبة تستدعي تصحيح أحوالها، كانوا مضيعين البوصلة. اجي واحد منهم مثلا الى الحسين، وطبعا اجوا اليه مجموعة من المحسوبين على العلماء، واحد منهم عبد الله بن عمر، شوف الى وين يوصل الحال، يقول له يا حسين وهو سامع احاديث النبي وواصلتنا وعارفنها، يقول له يا حسين ادخل في صلح يزيد لعل الله تعالى يكفيك امره فلا يطول عمره، وتفتك منه. تفت إليه الحسين هالشكل تدار الأمور، قال له أف لك ولما تقول، احنا كعلماء شنو وظيفتنا؟ ننتظر الله سبحانه وتعالى ينزل علينا الهداية؟ لو احنا لازم نسعى، احنا لازم نتخذ الموقف. فقال له أنا أدخل في صلح يزيد وقد قال فيه جدي ما قال؟ ابن عباس موجود أيضا من العلماء، أبدى موقف بهذا القدر، قال صدقت أبا عبد الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما لي وليزيد، ما لي وليزيد، لا بارك الله في يزيد، وإنه يقتل ولدي وولد بنتي حسينا سلام الله عليه. ثم بكى ابن عباس فبكى معه الحسين. التفت إليه أبو علي يا ابن العم، أو تعلم أن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أنا من القربى، أنا لي حق على هذه الأمة. قال بلى والله إني لأعلم أنه ما على وجه الأرض ابن بنت نبي غيرك أبو علي. فقال له يا ابن عباس مو أنت حبر الأمة؟ مو أنت من علمائها؟ يا ابن عباس فما تقول في قوم أخرج ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله من موطنه ودار مستقره ومولده ومجاور قبر جده رسول الله؟ ثم تركوه خائفا مرعوبا بعياله لا يجد له قرارا ولا يقر في موطن. شو تقول في هذه الأمة التي أخرجت الحسين، شردته من دياره وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم، يقول السيد لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم، هذا ابن رسول الله،
هذا حاله في هذه الأمة. قال لي يا ابن عباس خذلتني الأمة وما أحد وقف يكشف عن فادي الغمة، خذلوا أبو سكنة مثل ما خذلوا أمه، خذلوني مثل ما خذلوا الزهراء. فهالأمة مو محسوبة نبن بنت نبيه، وأنا من العترة اللي أوصى النبي بيه. هالأمة قل لي عجل علي ايش فيه، وين النصرة وين المودة اللي أمر بها رسول الله؟ يا ابن عباس ما أنا اللي قال النبي في حقه، يا ابن عباس ريحانتي وسبط الهدى وللحق نبراس، لا تخذلون ولا تسلمون يا الناس. خذلوني يا ابن عباس سلموني، ما حد وقف وياي. هذا اللي في المعراج برج السما داسه، وللحين احس في رقبتي طيب انفاسه، في كربلا يدوسون صدر ابنه وراسه. جاروا علي وشردوني وسط البرور، وفي كربلاء أدري مرد هناك معفور، وهذا النحر هل تشوفه يصير منحور، ألم المناد وغريباه وحسينا. والله لازم اسافر يا ابن عمي، من المصطفى ماخوذ علمي، في كربلاء ينسفك دمي، والسيوف بتقطع في لحمي، وفيها بظل هناك مرمي، والخيل بتكسر في عظمي. وهكذا بقي الحسين في أم القرى، ولبث فيها أشهرا. يأتي من يقصد أن يأتيه ليحاول أن يثنيه، فيرد الجواب ويجب العتاب، والعزم على العراق، ولكنه اختار يوما عظيما للفراق، يوم التروية، فانقلب السرور إلى تعزية. لما أن وصل الخبر أن يزيد قد أرسل 30 شيطانا من شياطين بني أمية، والله عظيم الخبر، الحسين ابن مكة ومنى خير من انتعل وارتدى، وإذا بيزيد يأمر بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وغريبا وحسينا، حتى إذا الداء الدفين لسره لاحت أدلة، وبه الحسين وبه الحسين وبه الحسين
في حرم الإله يزيد أحل قتلا أحل الحسين من إحرامه. قل للعذول يكف عذلايا فتزلزلت أرض الحجاز لحادث لم تلق مثله والبيت ما جوذا قليل عند فقد الفرع أصلا. قليل في حقك أبو علي، فلما أيقن أنه مطرود من جوار الله كما طرد من جوار جدي رسول الله راد يتودع أبو علي وتوجه إلى البيت العتيق، فتوجه إلى البيت العتيق وهو يعلي الزفير والشهيد. فاتشح البيت بالسواد فاتشح البيت بالسواد وأعلن من أجل الحسين الحداد ومال العماد واحمرت الوهاد وانسد من البيت الباب وفاض الميزاغب وتزعزع الحطيم بمصاب جسيم وتحرك الملتزم بلوعة وألم كلها تنادي وحسينا. توجه الحسين إلى بيت الله نادى يا ربي عليك أنا دخيل ربي تهديني إلى أحسن سبيل جيت إلى بيت جيت إلى البيت بعجل وانت الدليل واللي يقصد لك يا ربي ما يخيل لا يذب بيتك جيتك معتني وتركت بيتي ومكاني وموطني عاينة ظهري يا ربي من حني تعب الأمن وبملاقاتك يطيق ولا صوت من الركن عالي الندى العبد يفتهم مطلب سيده يا حسين بذمتك ليا فداه شابك بدم النحر يصبح خضي ألم المناد وحسينا عجلوا سافر لوادي كربلاء قلبك طلع بسهامه حرملة وجثتك تبقى على حر الفلا خدك أشوف على الغبرة تري وحسين تقضي لازم ضامي بجنب النهار والشمر لازم يحز لك النحار ولازم يكسرون صدرك والظهار وثغرك يضربون بسام قضيب ألم المناد وحسينا يأخذ الخبر أبو علي عند غلتفت إلى الكعبة مناديا لا تقول حسين ماشي ولا ضحية هداها لي
أنا ليش هناك أضحي بكل شبابي وكل هلي دم أبو فاضل ودمي وجاسم وطفلي وعليه اهتزت الكعبة وجوانبها غدت من ضعضعة يا باب بيت الله الذي منا يدخلوا يا رحمة الله الوان هالشيلة بهالضعو واليوم ثامن والخلق باكر يحجون هذه المصيبة اللي مثلها ما رأينا قال في ذمتي للغاضر يا عهود وانذور لازم اوصل لا اعيد وسط البرور قالت باي الشهر قال بشهر عاشور بعمل برض اللي بعرضك يعملون وحسين وش بيسوي ابو علي قال جسمي الكعبة والغسل من فيض نحري واما الحطيم بكربلاء ينحطم صدري فيها عوادي على صدري وظهري وحسين 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 ثم تفرغ الحسين لتلبيات حجه إلى كربلاء حج الدموع وحج التضحيات صار ينادي بلسان حاله وهو يتلفت يمنة ويسرى والناس تلبي بين يديه وعن خلفه ويمينه وشماله إلا الحسين محروم من مثل هذه التلبيات انكسر خاطر أبو علي عظيمة يمشي يوم الثامن الناس من سنة إلى سنة تترقب تروح تحج أبو علي في مكة في اليوم الثامن يطلع وإيش هالعظيمة أبو علي لذلك نادى إلهي لئن لباك هؤلاء الحجيج بالطواف والسعي وباللقوف والمبيت والرم فقد لبيتك يا إلهي بطوافي على أولادي وهم فوق الصعيد ومخرق ثوبي في كربلاء ثوب إحرام وسعي ما بين الوغى والخيام وأما الوقوف فبأرض الطفوف تصلي علي السلوف ما بين الصفوف ويقطعون مني الكفوف وأما المبيت في المشعر ففي الرمضاء إلى أكبار ذبيحا سائل المنحار وحتى أضلعي تكسر وأما الرمي بمناة فليس يا ربي هنا أنا من يرمى أنا بسهام الفناء ويدوسني شمر الخنا ويعلي رأسي بالقنا وحسين
بسهم يتمزع حشاغ، لبيك ما يطلع أبد إلا من قفار، وش عاد لو ذبلة شفات بطلبت الماي، وقلبي يظل شافي على قطرة مية. لبيك وبضربة حجر تعمى عيوني، يوم التسيل دماي من غرة جبيني، وفات زينب يغلي من تسمع ونيني، وتصيح بعدك يا الأخو برحل سبيل. آه 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 لبيك 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 يا رب البرية، لبيك ظل جسمي رمية، بلا راس برض الغاضرية، ودوسني خيول الأعوجية، وتمر على زينب سبيه، وتصيح خويا صد لي الشمر مديدة علي. لبيك يا ربي بحياتي، لبيك يا ربي بمماتي، في كربلا كل تضحياتي، لبيك بولادي وبناتي، لبيك يسبوها خواتي، وقلبي على زينب محاتي. لبيك تمشي وسط الرجال، يربطونها يا ربي بحبال، يمشون حفي بلا انعال، ولو يرتفع من عال والوغال، تجي العدا من يمين وشمال، وعلى ظهر هالصوت ينشال. تفتت إلى زينب أبو علي واشهد تلبيات حسين أبا عبد الله، ألهذا تترك الحج يا أخي؟ قال بلى أخي، هناك حج التلبيات والبلاء. قالت لي وصف لي هذا الحج حسين. قال ما تقدرين يا زينب. قالت عطني شيء من أبو علي. قال وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر، تنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر، أضل مرمي ويصعد على ظهري. حسين حسين حسين
حسين حسين حسين حسين.